تم تنفيذه بدون مبالغة غير مسبوق. ويصعب جدا على أي شعب تنفيذه في المدة اللي أنا بتكلم فيها. إن هيبقى فيه مشكلة كبيرة جدا والإرهاب هينتشر في المنطقة. يعني الكلام ده يهم مش بس المجتمع العربي، لا يهم المجتمع الدولي كله، يعني يهم الأمريكان، يهم الروس، يهم الأوروبيين. انتبهوا لما يحدث في المنطقة.
قادرين ان احنا نحلى. احنا محتاجين ثورة دينية. شعب مصر العظيم، أيها الشعب الأبي الكريم، لازم نشق طريقنا ونبني بلدنا. ده تحدي، التحدي زي ما تقال تحدي الإرهاب اللي عايز يهز ويعرقل مصر. لازم هنتحرك ونتحرك بقوة عشان نخرج من دائرة الفقر اللي احنا موجودين فيها. احنا واخدين الطريق الصعب قوي، بس بيكوا يا مصريين محدش ابدا هيقدر يمنعنا ان احنا نبني ونكمل بلدنا. نتكلم على دولة، الدولة دي عشان تقوم وتقدر تتكلم وتقوم من كبوتها اللي استمرت فترة كبيرة، كان لابد ان الجهد والعمل والقرار يكون بالمستوى ده. قالوا لي في جملة واضحة حط فيها اسم مصر، جاوبت بحسن نية الجملة هي تحيا مصر. قالوا لي ارسم عالمها، سرحت وتخيلت قصر عليه حراس كتيرة في وسطهم خط ونسر. تحيا مصر تحيا وعيونها تملي صحيا،